السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تسبب سائق حافلة لنقل الموظفين بمدينة الرباط اليوم الجمعة 20 ماي الجاري في حادث سير وصف بالخطير خلف عددا من الجرحى والمعطوبين. المعطيات الأولية تشير إلى أن حافلة نقل الموظفين ارتطمت بسيارة أجرة من الحجم الكبير بنفق بالطريق الرابطة بين سلا والرباط على مستوى قنطرة الحسن الثاني، ما تسبب في إصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة الخطورة. تبعا لذلك حلت السلطات الأمنية بمكان الحادث لمباشرة التحقيق في حيثيات الحادث، بالإضافة إلى سيارة الإسعاف التي أقلت بعض الجرحى المصابين بإصابة متفاوتة الخطورة صوب المستشفى من أجل تلقي العلاجات الأولية الضرورية.